مشاهدينا أهلا بكم. على مدار السنوات الماضية عززت الدولة المصرية من المفهوم الشامل للمواطنة والوحدة الوطنية، وذلك من خلال ترسيخ قيم العدالة والمساواة والحوار البناء ومواجهة التعصب والأفكار المتطرفة في المؤشرات الدولية الخاصة بالمواطنة. تحسن وضع مصر، ففي مؤشر السلام المجتمعي تحسنت نقاط مصر لتسجل 2.5 نقطة عام 2023، كما تقدمت مصر 6 مراكز في مؤشر المواطنة الصادر عن يو اس نيوز، وتحسنت نقاط مصر أيضا في مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف الصادر عن البنك الدولي، مسجلة 14.15 نقطة عام 2022 مقابل 7.62 نقطة عام 2014. ملف تقنين أوضاع الكنائس كان من أبرز الملفات التي عملت عليها الدولة المصرية الفترة الماضية، إذ قامت الدولة بتقنين أوضاع 2900 كنيسة ومبنى تابع منذ عام 2018 حتى الآن، فضلا عن السماح ببناء الكنائس بعد عقود من التوقف، إذ تم إنشاء 69 كنيسة بالمدن الجديدة، في حين جاري إنشاء 43 كنيسة أخرى بالمدن الجديدة. الدولة قامت أيضا بدعم التمكين السياسي للأقباط داخل المؤسسات المختلفة، إذ تم زيادة تمثيل المسيحيين بمجلس النواب ليصبح عددهم 37 نائبا مسيحيا في المجلس الحالي بعد أن كان 5 نواب في مجلس 2012، بجانب زيادة تمثيل المسيحيين بمجلس الشيوخ حيث أصبح عددهم 24 نائبا مسيحيا مقارنة ب 15 نائبا في 2012. وللمرة الأولى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين قاض مسيحي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في خطوة وصفت بالتاريخية، إذ أدى المستشار بولس فهمي إسكندر اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي في فبراير عام 2022. كما شهدت حركة المحافظين تعيين مسيحيين اثنين في منصب المحافظ. وفي مجال الحقوق السياسية والمدنية للأقباط تم إصدار القانون رقم 190 لسنة 2020 الخاص بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، بالإضافة إلى أنه لأول مرة يجرى إعداد قانون لأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين الأرثوذكس الإنجليين والكاثوليك والمقترح من الثلاث كنائس. كل ذلك يأتي إلى جانب اهتمام الدولة بالمشروعات الدينية والتراثية والحضارية كونها أيقونات تاريخية فريدة تعكس الهوية الوطنية للجمهورية الجديدة، إذ قامت الدولة بتطوير مسار العائلة المقدسة لتحويله إلى مسار عالمي يجذب السائحين من كل دول العالم، وكذلك تطوير المنطقة المحيطة للاستفادة منها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. ومنذ توليه المنصب دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مزيد من التعايش والوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط، وكان حرصه على حضور قداس عيد الميلاد خير دليل على ذلك، كما أن تهنئة الرئيس شخصيا للمسيحيين كل عام هي تأكيد من جانبه على معاني المواطنة الحقيقية، وكذلك رسالة للمصريين جميعا بأن المسيحيين شركاء في الوطن. كما أن افتتاح الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة جنبا إلى جنب مع مسجد الفتاح العليم يعكس إرادة سياسية حقيقية لترسيخ مبدأ المواطنة ورسالة رمزية للتسامح في مصر. مشاهدينا، كان هذا عرضا لأبرز جهود الدولة في ملف المواطنة خلال السنوات الماضية. شكرا لطيب المتابعة.